السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله واحد الفيديو اللي هو تحفيزي، غادي نشارك معكم كيفاش نظفوا مطبخ اللي هو مرون ومكركب بهذه الطريقة هذه. هكا إلا كانوا عندنا ضياف أو لا كنا دايرين شي عرضة ولا كتكون الكوزينة كلها مقلوبة، وأيضا في نفس الوقت الأخوات اللي بغاو يبداو تنظيف التنظيفات ديال العيد إن شاء الله نبداو هما البنات بكري. غادي نعطيكم بزاف ديال الحيل والأفكار والتدابير في هذا الفيديو هذا، فما عليكم إلا تبقاو معايا حتى الأخير الفيديو، وإن شاء الله إلا عجبكم ما تنسوش تبارطاجيوه مع الأحباب والعائلة ودعموني باللايك ديالكم. نتمنى لكم ان شاء الله فرجة ممتعة. قبل ما غادي نبدا في هذا الفيديو هذا، اول حاجة بغيت نبارك الابناء ديالنا اللي نجحوا، جميع التلاميذ والطلبة اللي نجحوا سواء في البكالوريا او في مستويات اخرين، وحظ موفق ان شاء الله للتلاميذ اللي عندهم دورة استدراكية، وايضا الناس اللي ولا الدراري اللي ما نجحوش، فان شاء الله السنة المقبلة يكون خير ان شاء الله. المهم الصحة والسلامة. فاول حاجة هنا من بعد ما كيكون عندنا الروينة في المطبخ، كنفرزوا الاواني، كنمسحوا منهم هذاك الشيء اللي فيهم، واذا كانت الغسالة كنعمروها لان كتكون الكمية كثيرة. هنا درت الغسالة تخدم، وهادو بالنسبة لهادو كنت صوبت شي كيكات وبزاف ديال الاشياء. غادي نشارك معكم هذا المول هذا قبل ما غادي نبدا، مول الجرانيت رائع، شريته ب 70 درهم كيف ما باين لكم هنايا، والشكل ديالو كيعطينا واحد الكيكه اللي هي رائعه. ايضا غادي نجمع هذا الشيء كاع اللي غسلت ونجمع الازبال اكرمكم الله وندير التدوير، يعني كنجمع هذه البلاستيكات ديال مشروبات الغازيه في واحد البلاستيكه، وايضا هذوك داكشي الاخر اللي باقي الكوزينه في ميكا اخرى، وهذو غسلتهم بيدي لان كيف ما قلت لكم ما غاديش نتسناو الغساله تغسل ونعاودوا ليها وحنا نبقاو جالسين، فهي كتخدم وحنا كنخدموا في نفس الوقت. غادي نشفهم الا بغيتوا هكا يجيكم التنظيف ديال المطبخ متسلسل. صافي من بعد ما سالت الغسالة حتى هانتوما شوفوا ما شاء الله كتنقيهم كتعقمهم كيولي فيهم واحد اللمعة خيالية. صافي غادي نحيد كلشي، هادشي نخويه. اول حاجة تحيدوا الاواني، ما يبقاو حتى مواعن باش ندوزو هكا للتسياق وندوزو للتعقيم وندوزو بزاف ديال الاشياء. هنا هادو غادي نطلعهم من الكوزينه ديال الفوق لان ما كنستعملهمش يوميا، وبغيت نشارك معكم هاد الليمون ايضا اللي شريت. بغيت كنبقى نصوب هذاك الكيك، الكيكات ديال هو كنصوبهم كنخدمهم، ولكن جبت هذا ديال الطبقات باش كنبقى نخرجهم حتى هما. هذا ثلاثه ديال الطبقات خديته ب 45 درهم، حقيقه رائعه. انا كنخدمهم هادو في الطناجر، وعندي واحد الطناجر ديال الالومنيوم فيهم احجام، ودابا بغيت هذا ديال الطبقات وجبت ليهم هادو. فشاركت معكم بالنسبه للاخوات اللي بغاو ياخذوا هذا المول هذا. البنات ديال الرشيديه راه كاين عند مجيد اللي كيبيع المواد ديال لوازم الحلويات. ثاني حاجه غادي نعمر هذه القريعات ديال الزيت، كندير الاستعمال اليومي في الزيت في هذا الزيت هذا في القريعه ديال الدجاج، وايضا في هذا البريق هذا كندير فيه زيت الزيتون. فغادي نعمر هذا الشيء كامل. وبالنسبه لهاد القرعه هذه البنات اللي ما عارفينش شنو فيها، هو دبس التمر، يعني اغلبيه غادي يكونوا عارفينه اولا حنا كنقول له هنا تحلوت، رائع. ممكن تعوضوا به السكر الى عندكم تعطيوه للدراري، يعني شي حاجه اللي هي مهمه في الدار، وحنا كنصاوبوه ايضا كيتباع شي حاجه اللي هي سهله، وايضا خص ضروري يكون في البيوت ديالكم. هو كنصاوبوه من التمر. صافي هنا غادي ندوزوهم في نفس هنا باش نبقاو الحاجه اللي قصناها نخليو ملي ما نطلقوهاش حتى صافي ما نعاودوش نرجعوا ليها، ندوز ليها هذا السائل ديال التنظيف ونشللهم في نفس الوقت غادي نحطهم. هذه هي الطريقه ديالي في هذا التنظيف ديال المطبخ. الحاجه اللي قصتها ما كنخليها حتى كنسالي، يعني بديت معكم في المواعن تحيتهم عليا ودزت عاوتاني لهاد المراحل هادو. والبوطه شوفوا كي دايره البنات، يعني البوطه ملي كنطيبوا فيها شي طياب اللي هو كثير كتولي حاله، واخا تكون كتغسلوها يوميا ولكن بهذا البرودوي هذا. انا راه البوطه ديالي ما يمكنش ندير لها الجيكس كما قلت لكم في واحد الفيديو، الا صافي يعني جات شي ضروره. هذا البرودوي هذا كديروا عليها كتخليوها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، كتجيو كتلقاو كلشي داك الاوساخ صافي تحلوا ولاو. انتما شوفوا خليتها انا واحد المده، راه بسهوله كيتحيد هادشي، وغير بونجا ما ديروا لا جيكس لا حتى حاجه باش تبقى لكم الكوزينير ديالكم تبقى لكم فيه اللمعه. بالنسبه لهذا البرودوي كنت شاركت معكم الاستعمال ديالو في واحد الفيديو، الا تفكرت غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بعد ما مسحتو بقاو هذوك البقع، غادي نوريكم الطريقه، يعني كنحيدوا الطبقه الاولى ونمسحوا مزيان ونعاودوا نفس البرودوي، صافي كنسهلوا عليه الا كانوا حروق اللي هي بحال هذه. اما الجيكس راه ما استعملوش، وعندي واحد العين صغيره من ديك الجهه، يعني صافي
تسدات بكثرت هكا الطياب وتزل عليها اتاي وتزل عليها الحليب. هنا غادي نشارك معكم، راه حليتها غير بهذا البرودوي هذا ديال بنك، رشيتو عليها هذيك الحفيره كلهم عمرتهم وخليتهم، راه تسرحات بحال الا يلاه بحال الا كنستعملو اول مره. كنت شاركت معكم الطريقه ديال تسريح عيون البوطاغاز بالبصله وبالبطاطا، واليوم راه درت ليها غير هذا البرودوي هذا وتسرحت. ايضا ما نساوش الحائط اللي كيكون دائما في الخلف ديال الطياب، كيكون معلك بالدهون، ومسحت البوطه ديالي، شوفوا كتعطينا واحد اللمعه اللي هي رائعه. غادي ان شاء الله نشارك معكم بالنسبه لهاد العيون، راه ما مسخنش بزاف بزاف، غادي ندير ليها البيكربونات وندير شويه ديال الخل والماء، صافي نبدا كندوز في نفس الوقت، لان كيف ما قلت لكم خصنا المطبخ نطفوه يعني في واحد المده اللي هي قصيره. صافي من بعد ما ساليت بالنسبه لهاد الحوامل هادو، مازال ان شاء الله نشارك معكم الطريقه باش كنظفهم. ها هي هاد العين اللي كانت مسدوده، هي دي هنا، راه غير ناقصه البوطه، اما راه صافي تسرحات. كما قلت لكم الحوامل كنحطهم بعض المرات في الغسال الاواني، وكيعطيونا واحد اللمعه اللي هي رهيبه. وهاد القريعات هادو كل واحد شنو كيحط فيهم، كاين اللي كيحط القطاني او لا لي بات او لا، فانا كندير فيهم السكر واتاي القهوه سنيده. غادي نعمرهم هكا باش غادي نمسحهم معكم، نوريكم الطريقه باش كندير لهم داك التنظيف اللي هو خفيف. اما هما في الاصل راه كنغسلهم يعني كنسدهم مزيان. هنا غادي ندير واحد النقيطه ديال الخل ونمسحهم، لان ماشي موسخين بزاف بزاف. كما قلت لكم كنسدهم باحكام وكنغسلهم بسائل تنظيف وكنشللهم تحت الروبيني عادي، وكيوليو كيشعلوا بحال النهار الاول. فبحال هذه الاشياء هادو تبقى يدنا على القريعات ديالنا بواحد الطريقه اللي هي يوميه، باش ما يبقاوش عندنا دوك الاوساخ اللي كيكونوا كتار وكيخصنا لهم واحد التنظيف اللي هو كبير. وهنا ان شاء الله غادي ندوز معكم لتنظيف البلاكارات، اللي فعلا هاد المنتوج هذا هو رائع بالنسبه لهاد البلاكارات ديال الالومنيوم اللي عندي، هما زوينين يعني ما كتوسخوش بسرعه ومط، ولكن الا كانت فيهم شي طبعه. فجربت بزاف د البرودويات كيعطوني واحد المكان ديال تنظيف واحد الدائره هكا، ما عدا الخل والماء هو اللي كيعطيهم الا كان غير التلميح. وهاد البرودوي هذا شوفوا يعني عطاني واحد التنظيف اللي هو رائع. بالنسبه للاخوات اللي صوبوهم اللي صوبوا هاد البلاكارات هادو، من بعد ما شافوا الفيديو ديال الكوزينه ديالي، فكنصحكم بهذا البرودوي هذا، لانه فعلا غادي يعطيكم واحد اللمعه اللي ويوحد اللون ديال هاد البلاكار، ما غاديش يكون دوك الطبيعه هكا ديال المسيح. نتمنى ان شاء الله تكون الفكره وصلت. وبزاف الاخوات اللي كانوا صوبوه عند السيد اللي خدمت عنده، فهاد عاودوا شريوا هاد البرودوي هذا، وغادي ان شاء الله تكمل تكمل التنظيف ديالكم وما تلقاوش فيه حتى مشكل. نفس الطريقه غادي نديروا لهادو ديال تحت البلاكارات اللي تحت البوطاجي، وصافي غادي نمسحوه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهاد المساحه رائعه، كناخد هاد الشيفونات ديال هكا كنشريهم، لان فعلا هاد التوب هذا كينظف بواحد الطريقه اللي هي رائعه. حاجه اخرى غادي ندوزو للثلاجه والاله ديال التصبين والغساله، غير الخل وشويه ديال الماء، ولان ماشي مسخين بزاف خصنا غير نلمعوهم، وصافي غادي ندوز ليهم، غادي تحصلوا على هاد اللمعه هذه. ايضا غادي ندوز للغساله ديال الاواني نفس الشيء. فهاد الاشياء خصنا نبقاو نديروها تقريبا بصفه يوميه، وبعض المرات ملي كيكونوا عندنا هكا شي ضياف ولا راه كترهون. مازال نوريكم الارضيه يعني حالتها بالرجلين يعني فيها بزاف ديال معلكه بالاوساخ. ما نساوش ايضا الحوض ديالنا، غادي ندير ليه بيكربونات الصودا وايضا الخل. دائما كنخلي انا هذا الحوض هو الاخر باش ما نعاودش كنستعملو ملي صافي قبل التسياق، باش ما غاديش نغسلو في الاول ونبقى نستعملو. وصافي غادي ندوز ليه بهذه الطريقه هذه، راه كيرجع اللمعه ديالو بحال يلاه جديد. شوفوا اللمعه اللي كيعطيني هذا ديال الانوكس، لانه فعلا هذا الحوض ديال الانوكس هذا ليفي هادو النوعيه الجيده هما هادو. شوفوا اللمعه ديالو. وهنا غادي ندوزو للارضيه، شوفوا ملي رميت ليها الماء يعني الاثار ديال الرجلين والتراب ومعلكه الكوزينه، لان ملي كيكون فيها الزايد راه اكثر من هكا كتولي. فغادي نشارك معكم نفس البرودوي اللي كنت شاركته معكم، ما كنبدلوش، دائما كنجيبو في راس الشهر مع التقضيه. هو هذا الاخوات اللي سولوني ما لقاوش موجود لحد الان، مازال كنجيبو، الثمن ديالو يمكن واش 13 او لا 15 درهم، كيعطينا واحد اللمعه رائعه، سواء اللاموزيك او لا الفايونس او لا يعني كتنظفوا به الارضيات ديال الحمامات، كيعطيكم واحد اللمعه زوينه زوينه. ما نساوش الحائط حتى هو ندوزو ليه. بالنسبه للارضيه اللي عندي في هذا المطبخ هذا، لاموزيك اللي هو عادي
فعلا وخصو شي حاجه تكون احسن، ولكن الله يجيب رزق. هذه الارضيه هذه كانت قبل ما نبني المطبخ وقبل ما نصلحه، فمازال يعني نقيه ومازال عجباني، فان شاء الله مع الوقت الا بدلته راه غادي نشاركه معكم اكيد. الكوزينه ديالي ولات كلها كتشعل، ولات كلها نقيه من البوتاجي. بالنسبه للبوتاجي راه كنت شاركت معكم كندير غير سائل الاواني وشويه ديال البيكربونات وشويه ديال الخل، وكندوز ونعاود نغسلو بالماء ونمسحو. البوطه ديالنا فعلا بقاو معايا حتى الاخر، لان غادي نشارك معكم واحد المرطب ديال اليدين، لان من بعد هاد المعمعه كلها هذه ضروري شي حاجه اللي ترطب. غادي نشارك معكم اللي كنستعمل، حيت بزاف ديال الاخوات كيسولوا وكيبغيو يعرفوا بحال هاد الاشياء هذه. الثلاجه ديالنا هي كتلمع، والبلاكارات من التحت، الحوض، كل شيء تبارك الله ولا كيشعل. فبوحدها كنحيدوا العجز والنوضو، بعض المرات كيكونوا عندنا ضياف ولا ملي كيمشيو كنعجزوا كنبغيو نجلسوا، ولكن داك الشيء ماشي في الصالح ديال المطبخ ديالنا، ولا حتى حنا كتكون النفسيه هكا كتبقاو في الروينه، فمباشره نوضو ونشقاو على راسنا ونخدموا هاد، نظفوا المكان ديالنا والبيت ديالنا، لان النظافه راه كتعطيكم واحد الطاقه ايجابيه، وكتفرحوا انكم تستقبلوا يوم جديد سواء في المطبخ او في البيت ديالكم. بالنسبه للكريم باش كنرطب، هو هذا اليدين بعد يعني انا راه ما كنحافظش على يديا، وايضا الجلد ديالي ناشف بزاف في البرد، راه كتشوفوا كيكون ناشف اكثر من دابا في الصيف، فدائما هذا لاغوش بوزي هذا، وايضا كاين هذا لاغوز هذا كيدير شي 37 درهم، اما هذا يمكن واش 150 درهم، لان مده طويله شويه هذه باش شريته. فعلا رائع رائع رائع، استعملوها الاخوات اللي كيستعملوا لي برودوي بزاف، صابون، جافيل، هاد المواد كلها اللي كنقيس، واخا كنعيو ما نديرو في القفازات، ولكن راه المطبخ دائما يهلك لينا اليدين ديالنا ويولي ناشف، خصوصا اللي عندهم الجلد ناشف بحال يعني انا كنعاني، حتى انا كيكون الجلد ديالي يدي ناشف بزاف بجهد هاد الصابون وهادشي اللي كنقيس. فشاركت معكم هاد جوج برودويات هادو، بالسلامه عليكم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، إلى اللقاء.